إذن مستمرين إياكم. وتميزت المشاركات الكويتية في جائزة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز نظرا لإسهامات وإنجازات ارتفقت بالعلمية التعليمية. نعم، تكريم هذه الكوكبة يأتي حافزا للأجيال القادمة للمشاركة والتميز ضمن هذا الحدث الدولي المهم والذي يقام على مستوى المنطقة بهدف تحقيق الريادة التربوية للفرق المشاركة. الدكتور ماجد مصطفى علي من دولة الكويت، ثانوية أم مبشر الأنصارية بنات، وتتسلم الجائزة سلوى سعد العازمي من دولة الكويت، نورة سعد محمد الحميدي من دولة الكويت، آية ناصر الزامل من دولة الكويت. صفحة جديدة في كتاب الإنجازات الكويتية الذي لا نهاية له، تكتب سطورها بأحرف من نور وتدون كلماتها بماء الذهب. صفحة تربوية بامتياز في كتاب تعددت صفحاته المشرقة في كل المجالات. كوكبة من أبناء الكويت أبدعوا وتألقوا وتميزوا فحصدوا الذهب ودونوا أسماءهم في سجل التاريخ التربوي الكويتي بعد أن فازوا بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها العشرين. ذهبيات أربع حضرت على منصة التتويج، فكانت أولاها للدكتور ماجد العلي في مجال البحث العلمي، وثانيها للأستاذة سلوى العازمي مديرة مدرسة أم مبشر الأنصارية، فيما كان الوسام الذهبي الثالث للمعلمة نورة الحميدي، بينما كان مسك الختام مع ذهبية للطالبة آية الزامل. جائزة أخرى تصدرت مشهد التكريم بحصول مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني على جائزة أفضل منسق خليجي بالدورة العشرين للجائزة. بخطوات ثابتة ارتقت نحو التميز، صعد أبناء الكويت سلم التتويج حاملين معهم علم الكويت عاليا خفاقا في هذا الحفل التربوي العريق، فكانوا خير سفراء لبلد تاريخها حافل بالإنجازات.